سؤال نتوجه به لأنفسنا قبل أن نتوجه به إلى الجمهور: ما هي الإضافة أو الفارق الذي سنقدمه عبر منصتنا الفنية زوم؟ ارتبط تطور الفن دوماً بتطور النقد الفني، والتحولات السلبية التي طالته انعكست سلباً على التطور الفني وتسببت بتراجعه. تحول الإعلامي من ناقد للفنانين إلى مطبل لهم أفسد وعي الجمهور وذائقته الفنية. سنحاول في منصتنا هذه الإضاءة على المسكوت عنه حول المواقف والشخصيات الفنية التي جرى تغييبها بفعل فاعل. في منصتنا زوم سنكون معنيين بإعادة الاعتبار للفن، ونرى أن الخطوة الأولى تتمثل في المساهمة بالارتقاء بالإعلام الفني. قريباً أطل عليكم أنا خالد اللباني عبر شبكة منصات.